اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. الحقيقه خليني اقول لكل الاهلاويه انه اي حد يقول لك ان المواجهه بين الاهلي والوداد حسمت هو بالتاكيد مخطئ. اي حد يقول لحضرتك انه الاهلي هيلعب الماتش اللي جاي وهو مرتاح، وناس تقول لك انه الاهلي او الموسيماني بيفكر يريح اللعيبه الاساسيه ويشرك لاعبين تانيين، يبقى بالتاكيد مخطئ. وخليني اقول كمان من عندي وبيهزر او بيهرج، لانه الحقيقه زي يمكن ما اتكلمنا مع كابتن سيد انه الاهلي بيتعامل مع المباراه المقبله وهو مش في اعتباره على اطلاق النتيجه اللي اتحققت في المغرب، والمباراه بالنسبه له هتتاخد بمنتهى الجديه. مره ثانيه برحب بحضراتكم، برحب طبعا بكابتن ابراهيم عبد الصمد. هتكلم على الماتش اللي جاي يا كابتن ابراهيم، هل انت شايف او من وجهه نظرك انه الاهلي حسم المواجهه والاهلي خلاص في النهائي، ولا شايف ان المباراه اللي جايه رغم خساره الوداد على ارضه 2-0 ما زالت مباراه صعبه، وانه فرص الفرقتين في التاهل ما زالت موجوده في خلال 90 دقيقه اللي جايه؟ مفيش حاجه اسمها مباراه سهله. يعني المباراه السهله او صعبه دي نقولها بعد الماتش. احنا لعبنا الشوط الاولاني ولسه في شوط تاني. النتيجه لم تحسم بعد، تحسم بعد ما تخلص ال 90 دقيقه بتوع الماتش التاني. والنادي الاهلي معودنا انه بياخد الامور بجديه في اي مقابله. طبعا النادي الاهلي انت بالتاكيد في ذهنك سيناريوهات للمباراه القادمه. طبعا طبعا يعني اولا النادي الاهلي واخد الدوري قبلها بسبع اسابيع، تمام. عايزين نشوف السبع ماتشات او الست ماتشات اللي لعبهم بعد ما هو حسم الدوري، بيلعبهم كانه لسه بينافس على بطوله الدوري حقيقي. فالنادي الاهلي موضوع تاني خالص. يعني بينزل اللعيبه بتنزل التلاته بونت هم الهدف، سواء بقى اللي هو الخصم ضعيف الخصم قوي بينافس على البطوله، احنا ملناش دخل بالقصه دي خالص. ودي الروح اللي احنا خدناها من اللعب في النادي الاهلي. بندي كل ماتش سواء اجهزه اداريه اجهزه فنيه لعيبه على مر السنين الاسطمبه واحده. كلنا اسطمبه من لغايه دلوقتي. بننزل من اول دقيقه لاخر دقيقه لغايه صفاره الحكم النهائي. والدليل يمكن ماتشات كتير قوي بنجيب الجوان في الوقت الضايع، الوقت المحتسب بدل الضايع. ودي من روح النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء دي ما بتنتهيش الا بعد صفاره الحكم النهائي. فاحنا لعبنا شوط، ما زال شوط تاني، والكلام ده انا مش بقوله مواجهة شفوي. مواجهه القاهره اصعب من مواجهه 100%، وانا بقول من دلوقتي 100% لانهم جايين اسف في الكلمه يعني الطاج، يعني عايزين ياخدوا بطارهم ازاي يتغلبوا في ملعبهم. أيوة، وبالتالي في الكوره طبيعي. وبالتالي هتلاقي في شده اكتر، وهتلاقي في قوه اكتر، وهتلاقي في تهور من اللعيبه اكتر في الدخول وفي الالتحام. فلازم نواجهها باتزان نفسي وهدوء اعصاب جدا، عشان زي ما حصل في الماتش الاولاني لعبنا باتزان نفسي وهدوء اعصاب زائد الضغط على الخصم نقدر نسيطر على المباراه من اول ثانيه ونحطهم تحت الضغط اللي اتعمل عليهم في اول ست دقائق.